سبيلي أدعو إلى الله. لما عبد الله بن حذافة السامي دخل على ملك الروم، ملك الروم يعني عرض عليه ملك الأرض، قال له أشركك في نصف ملكي واتبع ديني وسيب دينك مرضاه، اثبتي على دينك، اثبت على دينك. عرفت ان الالتزام ده اللي يرضي ربنا، انا لازم اطبق ده. قال له هقتلك، علقوه اضربوه بالسهام بس ما يجيبوهاش في مقتل عشان نرهبه. قالوا له ولد هزت شعر من جسمه ليه؟ لانه مش مستعد يتنازل عن التزامه ابدا لاي سبب. قال لهم خلاص احبسوه ودخلوا، وبعد 3 ايام جوع وعطش ما تاكلوش وشربوه، دخلوا عليه خمر ولحم خنزير. طب ليه؟ هو ملك الروم مبسوط بايه لما صحابي من اصحاب النبي اللي اثروه في معركه يشرب خمر وياكل لحم خنزير؟ عايزين يكسروكوا يا شباب، عايزين يشوفوا المسلم ماشي زيه زي اي شاب في اوروبا ما عندوش حاجه اسمها حرام وحلال، عايزين يشوفوا المسلمه زيها زي بنات اوروبا.